first questions. If two adjacent sides in rectangle are equal in length, then it will be يعني rectangle اللي هو اصلا right angle. خلينا كله equal من بره يعني زي ما هو right angle وخلينا كله equal two adjacent angle equal عشان كده كلهم equal. فكده بيتحول لايه؟ بيتحول لسكوير يا شباب. تمام؟ نيجي السؤال اللي بعده. عندي A B C D is square. برافو عليك يا ريتال، انت رسمتيه بس ما كملتيش. A B A B C D. هو بقى ركزي بقى، هو عايز انجل ايه بقى؟ C A B من C ل A ل B، يعني محتاج الانجل دي. واحنا اتفقنا دي في السكوير بتكون 45 degrees. اللي بعدها عندي بوليجن في ريفليكس انجل، فده عندي اتنين بوليجن، في عندي كونكيف وكونفكس. اوكي، كونفكس اللي هو فيه ريفليكس، كونفكس. نيجي اللي بعدها بقى. لو عندي رمبس، اول ما يقول لي رمبس من ضمن البروبرز بتاعته ان هو كمان الدياجونالز بيعمل بايسكت للفيرتكس، يعني الانجل هنا بتبقى زي الانجل هنا، يعني لو دي 32 يبقى دي كمان برضو 32. ولازم اكتب ستيبس في الامتحان، يعني في ناس كتبت الاجابه بس وده ما ينفعش. تمام، خلاص احنا بقى الترم التاني كله بقى ستيبس، فلازم تقول انت جبت الاجابه منين. هو عايز انجل دي، انجل دي كونسيكتيف مع انجل سي، يعني هما الاثنين جنب بعض فيكوال 180. فلازم نقول له شويه حاجات. هنقول له ايه؟ انا اول حاجه نقول له سينس، حط كده او ممكن اكتب كلمه سينس كلها، since A B C is a rhombus. تمام، and A C is diagonal. تمام، then اللي استفاد من كده ايه بقى؟ then measure angle A C D. A C D فين A C D؟ لم شعر عليها دي، مالها دي؟ equal. تمام، measure angle ACB كمان equal 32 degrees. يبقى then measure angle C كلها كام بقى؟ equal 64. ده كده measure angle C. أنا محتاج بقى measure angle D. then measure angle D equal 180 minus 64. ونطلع الناتج بقى كي اللي هو 116 degrees. وكمان اكتب in brackets كده ده عشان هما كان consecutive angles. كل الحاجات دي لازم اكتبها. تمام، لو كتبت 116 ده كده ايه من غير بروف. احنا دلوقتي عندنا حاجة اسمها بروف given r، يعني ده rtf required to find. نيجي بقى last question. if the measure of the exterior angle of the regular polygons، او مشوف regular polygons دي، انا عندي two rules. لو انا عايز اجيب ال n او عايز اجيب ال angle، هو هنا مديني ال angle بقى. What is the number of the sides؟ يعني هو محتاج دلوقتي ال n، فاكتب بقى n equal 360 over 180 minus ال angle الموجود اللي هي 30، يعني equal 360. كل الخطوات دي تبقى over 150. كنسل 0 مع 0،
تبقى 36 over 15، أو بستخدم الكالكليتر يعني. تطلع الإجابة كام بقى؟ بعد ما اطلع الإجابة اوكي، عايز كمان السم بتاع الميجرز دي، فانا اعرف ال n كنت الاول ثلاثة مستر، طلعت كام. ثلاثة بدماغي 2.5 مستر. لا في غلطة كده، if the measure of the exterior angle، اه سوري exterior angle، هنا عندي كلمة exterior angle، انا ما لاحظتش كلمة exterior angle. exterior angle يعني الانجل اللي بره كده 30، يعني الانجل اللي من بره دي 30، انا بقى محتاج اللي جوه بقى، فاللي جوه تبقى كام؟ هو كلهم in the same straight line، يبقى 180 minus 30، 180 minus 30 يبقى 150، يبقى مكان ال 30 اللي تحت خالص دي هتبقى 150. يبقى كده بـ 360 over بقى 30 equal 120. over 150، يبقى 360 over 30، يبقى كده 12 side. طيب دلوقتي احنا عرفنا ان هو 12 side اوكي، هو عايز بقى الصم بتاعهم كلهم، يبقى 12 تايمز، هو عايز ال if the sum of the measures of its angles interior, what is the number of the sides of the polygon and what is the sum of the measure of its interior angle. يعني كده ال n طلعت 12 وكل واحدة فيهم 150، فنعمل 12 times 150 1080 يطلع كام؟ مستر، 120 يا مستر، 1080 تطلع الإجابة في الآخر بالديجريز وخلاص على كده. ليسون 5 بيتكلم عن التراينجل. أول حاجة في التراينجل عندي حاجة المرة دي بقى اسمها ثيرم، وثيرم دي معناها نظرية، النظرية دي حاجة في الماس تمام، ليها حاجة اسمها بروف، يعني حاجة بقى كده مهمة تمام، وعشان يثبتوا للناس ان هي مهمة كمان بيعملوا لها بروف او اثبات ان هي موجودة. خلاص اول مرة نقعد حاجة اسمها ثيرم دي، فبركز بقى تمام عشان الحاجات دي مهمة وبتيجي دايما بالكمبليت. من grade 4 واحنا بناخد sums of the measure of the interior angle of any triangle our triangle is 180 degrees. يعني لو عندي انجل مثلا من جوه هنا انجل A وانجل B وانجل C، لو عملتهم كلهم بلس لازم يدينا 180 تمام، ودي حاجة عارفينها اوكي. طب هما جابوها ازاي بقى؟ اللي هو ده يعني هنعمل كونستراكشن، كلمة كونستراكشن يعني انا هعمل حاجة بقى كده عشان اثبت بيها الكلام ده. خلاص لو انا عملت الكونستراكشن بتاعي رسمت مثلا straight line يكون parallel مع ال AB، هيطلع عندي angles تمام، angle 1 angle 2 angle 3. مين شاطر يقول لي بقى angle 1 plus angle 2 plus angle 3 كلهم يدينا كام عشان هم on the same straight line؟ 180 يدينا 180 اوكي. طيب في حاجة تانية برضو احنا كنا خدناها قبل كده، حاجة اسمها alternate، يعني انجل 1 دي لو رسمت لها الترنيت تحت هنسميه مثلا انجل 4، وانجل 3 لو رسمناها الترنيت تحت كده انجل 5. انجل 1 وانجل 4 هما الاثنين ايكوال عشان هما الترنيت، شايفين عاملين حرف زي، يعني انجل 1 ايكوال انجل 4. طيب وانجل 3 ايكوال انجل كام؟ ايكوال انجل 5 برضو الترنيت انجل
تمام، يبقى كده ال 1 equal 4 وال 3 equal 5. طب هو 1 plus 2 plus 3، 1 plus 2 plus 3، طبعا دي angles، اوكي هيدينا 180. وعندي ال 1 هي مين؟ هي 4. وعندي ال 3 هي مين؟ هي 5. يعني ولو نزلنا 2 بقى زي ما هي، يبقى angle 4 plus angle 2 plus angle 5 برضو يدينا 180. وهم دول بقى اللي جوه المثلث 2 و 4 و 5. بكده يبقى 2 و 4 و 5 180. ده البروف بتاع الثيرم. وده بقى احنا مش بيجي قوي في الامتحانات، لكن احنا كده عرفنا ان احنا اي كلمة ثيرم بيبقى فيها definition، تمام، في لها تعريف وفيها كلمات زي كده بنحفظها. الكمبليت ده هيجي في الامتحان ازاي؟ اللي هي 180. اكتب لنا كده the sum of the measure of the interior angle of any triangle is 180 degrees. نيجي بقى ناخد اللي هي بيجي بقى الامتحانات اللي هي questions بقى، وهنستخدم فيها الميجر او الانتيريور انجلز كلهم مع بعض، تمام. يا ريت نكون كتبنا ورسمنا. ناخد اكزامبل ونشوف. تعال نشوف اكزامبلز مع بعض، اصور لكم. هبعت لكم الصورة بتاعته دلوقتي. وهنستخدم ال شوف هنستخدم ازاي البروف، يعني لازم اكتب خطوات بقى، مش هينفع اكتب الناتج بس. ومفروض في الامتحان اكتب بقى given مين، RTB مين، البروف مين، كل الحاجات دي المفروض اكتبها. تعال نشوف first question. انا عندي الشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي، اوكي. ايه اللي مدوني بقى؟ مديني A B C ده given، شايفين انتوا برضو في given، في هنا شايفين الشكل ده، الارو ده والارو ده معناهم هما اتنين بارلل، يعني اكس واي بارلل بي سي، كل ده جيفن. انجل بي 60، انجل اي 75. طيب هو عايز ايه بقى؟ لو قال لي بروف يبقى ار تي بي، لو قال لي فايند يبقى ار تي اف. هو هنا قايل لي فايند، يعني كده في ار تي اف، يعني هو عايز حاجه بقى معينه. اللي عايزه بقى ميجر انجل اي واي اكس، ميجر انجل A Y X. ممكن نكتب كده ونعمل علامة الميجر كده فوق الواي، يعني هو محتاج انجل Y A Y X، نمشي كده A Y X، يعني هو محتاج الانجل دي. طيب انا هستخدم بقى البارلل. طبعا دلوقتي انا لو قدرت اجيب الانجل اللي هي A اكس واي، يبقى انا كده حليت المساله. ليه بقى؟ عشان ده اللي فوق ده ترينجل، واحنا خدنا دلوقتي ان الترينجل الصم بتاعه كله 180. يعني لو جبت دي كده يبقى كده كده المساله اتحلت. طب دي جيبها منين؟ اكيد هستخدم البارلل. انا عندي خط بارلل وخط تاني بارلل، تمام، وفي كده ترانسفيرسال، فال60 دي ايكوال اللي فوق. طب ايكوال اللي فوق ليه بقى؟ الترنيت ولا كروس بوندينج ولا انتيريور؟ مين فاكر؟ لما يكون شكل حرف اف كده مقلوب، هنا انجل هنا وانجل هنا، يبقى دول ايه؟ بوندينج. كورسبوندينج، برافو عليك، تمام. تعال نشوف بقى نكتب ازاي بقى البروف بتاعنا. اكتب الخطوات دي بقى، خطوات بقى ستيب باي ستيب. اول حاجه
انا محتاج الانجل دي، فاجيبها ازاي؟ هقول له ان ده بارلل ده، تقول له سينس البوينت من تحت كده، نكتب مع بعض اكس واي بارلل بي سي، ودي حاجه كانت موجوده اصلا في الجيفن. then measure AXY AXY الانجل هي XY equal measure angle B equal كمان 60، وكمان اعمله in parentheses كده corresponding، هطلعه باختصار يبقى كده دي الانجل دي 60 degrees. طيب لسه بقى احنا محتاجين الانجل اللي احنا محتاجينها دلوقتي، هقول له بقى زين، او قبل ما اقول زين لازم اركز، انا هقول له بقى ان ترانجل ان ترانجل اي اكس واي، يعني في المثلث اي اكس واي، ماله بقى ميجر ميجر انجل a y x a y x، واحنا قلنا الانجلز لازم اقول الانجلز انا محتاجها اقولها في النص بقى، يعني انا محتاج دي فاقولها ازاي a y x، مالها a y x equal كام بقى 180 عشان كلهم 180 minus 75 plus 60 يدينا كام بقى 135. لا ده عملنا اللي هما 2 بلس، هنعمله بقى ماينس من 180، تبقى كام بقى الإجابة؟ forty five degrees. اوكي، ده حاجة اسمها QED. QED يعني كده احنا ايه خلصنا وجبنا اللي هو كان عايزه، ده اللي كان مطلوب. اوكي ده كان example، تعال نشوف example كمان. ده الاكزامبل التاني من الشكل كده اللي احنا قدامنا ده، شايفين عندي ايه الجيفن بقى اللي عندي، ايه الشكل اللي عندي؟ اول حاجة A B C ده ترانجل، لما الاقي كده ستار ستار معناه ايه؟ معناه هما الاتنين ايكوال، او ال ام سي ده بايسكتور للانجل سي فبيسمى نصين، فكده معناه هما الاتنين ايكوال. وفي عندي تاني بوينت بوينت او اكس اكس، دي معناه الانجل الاتنين دول زي بعض خلاص. اما الانجل ام اللي في النص دي اللي هي بي ام سي ايكوال 125، تعالوا اقول لكم هو بقى عايز ايه. هو محتاج انجل اي، نقدر نجيب انجل اي، هو محتاج الانجل اللي هنا. طيب دلوقتي انا عندي في ترانجل صغير وفي ترانجل كبير، الترانجل الصغير اللي هو ده كله من جوه كام؟ يعني كل الانجلز اللي من جوه كام؟ تمام 180. طيب في واحدة فيهم 125، يبقى الاتنين التانيين بكام؟ هنعمل لهم هنعمل ثانية مستر تحسب. يبقى أول حاجة أقوله كده إن 55 ديفايد 2 تمام إن ترانجل بي سي إم، بي سي إم measure angle 1 plus measure angle 2 هيدينا كام هما الاثنين 180 minus 125 عشان هما الاثنين الباقي بقى بتاع 125، فهما الاثنين هيكونوا
55. انا عايزهم هما اتنين بس، يعني هما اتنين 55، يعني دول هما الاتنين 55. طيب انجل 1 وانجل 2 55. طيب لو سمينا مثلا انجل D3 وانجل D4، مش هما برضو ايكوال ل 1 و 2؟ ف 1 بلس 2 يدينا 55. طب و 3 و 4؟ هما الاتنين برضه هيكونوا 55. اوكي، يعني 1 بلس 2 يدينا 55، وكمان ميجر 4 بلس ميجر 3 او 3 بلس 4 يعني برضه هيدينا 55. اوكي طيب، يبقى الانجل سي كلها بقى والانجل بي كلها كده هما الاتنين عملتهم بلس يدينا كام؟ فانا كده عندي في 2 55 وكمان 2 55، يبقى 55 بلس 55 يدينا كام بقى؟ يبقى ميجر انجل سي بلس ميجر انجل بي هما الاثنين هيكونوا كام؟ 2 ملتبلاي 55.